Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, welcome to another night with the Quran. Tonight, inshallah, we will be starting juz'a number 10, and we'll be completing juz'a number 10 as well. We will be beginning from Surah Al-Anfal, verse number 41, page number 182. I urge you all to tune in, connect with the Quran, and reflect and ponder upon these verses, inshallah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you and us and everyone who's listening the mercy of this Quran. Allahumma ameen. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil in kuntum amantum billah الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل
نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جزاكم الله خيرا for listening. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you all. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to put the good deeds in all of our scale on the Day of Judgment. Allahumma ameen. I will hand the mic inshallah to Dr. Ahmed for a short reflection. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us all. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from our Qari Abdurrahman for such a beautiful recitation. Very soothing, very smooth, very easy to listen to and enjoy. And inshallah, all of you are getting the ajr of listening to the whole Quran this month by being with us every night and listening to it from cover to cover. At the end, you can do your own celebration and get your own desserts that you did Khatm al-Qur'an in your house, inshallah. That's a blessing that all of us hopefully will be able to celebrate. And after this short khatira and dua, we all look forward to pray our own individual night prayers, qiyam or taraweeh, because that's where the ajr, inshallah, more, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." Those who pray the nights of Ramadan just for the sake of Allah, they will be completely forgiven. Allah subhanahu wa taala talks about قيام الليل in a different places in the Quran. When He described عباد الرحمن, He said, "والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما." Those who spend their nights praying, prostrating, and standing up in prayer.
In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala, when He described the people of Ihsan, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ, they used to be righteous. Why? The first description of Ihsan is what? كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. They used to sleep little during the nights. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. And during the last part of the night, they'll say أَسْتَغْفَار throughout the night. And that's an honor of the believer, قِيَامُ اللَّيْلِ, or praying at night. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala described the people whom He loved by saying, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Their sides repel from the beds. They run away from sleeping to go to do what? To pray. To stand up and pray and cry and make dua and all that. So make sure that you are not losing this beautiful ibadah, this important ibadah, during this beautiful month, which is Qiyamul Layl. You're not able to come to the masjid to pray, but you can do it on your own. You have to try your best not to waste these precious evenings and nights without praying Qiyamul Layl. Even if it is 2 rak'ahs. Even if it is only witr. Just whatever you can. From now till Fajr time, you have plenty of time. And you have plenty of time to sleep tomorrow. So make sure that you pray those prayers. Now, what do I say in these prayers? There are so many things you can say. You can do adhkar, you can do tasbih, you can read certain verses from the Quran and react to it. And you can ask Allah subhanahu wa ta'ala for many things. What I'd like to do today is give you some du'as from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the prophets that are mentioned in the Quran. And the prophets made beautiful du'as for different occasions. And we mentioned a little bit about it yesterday in Khutbat al-Jum'ah. But let us remember these du'as and see if we can repeat them throughout the night as we are going through the Qiyamul Layl practice. The first du'a that we all know is du'a Prophet Ayyub. Prophet Ayyub was afflicted with calamities, especially with illness, with a severe illness, and he taught us this du'a. So if God forbid you are going through some health problems and health challenges, remember this dua. What does it say? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, I've been afflicted with hardship, with harm, and you are the most merciful. If you are going through any kind of challenge in your life, by the way, this is a good one to remember. This dua, any harm that happened to you, loss of health, wealth, families, children, anything that you lost in the past several weeks, keep repeating this dua. Rabbi inni massani ad-durru وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Oh Allah, I've been afflicted with harm and you are the most merciful. This is a beautiful dua that Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, will take away this hardship from you if you say it in a very sincere way. Prophet Nuh alayhi salam, when his family and his people harshly attacked him and he felt defeated, he felt oppressed, he felt not able to do anything, his hands are tied, he felt handicapped that he cannot do anything to resist this attack that happened from his people. So what did he say? Rabbi inni maghloobun fantasir. Oh Allah, I've been defeated, I feel defeated, give me victory. If you are going through the same situation, you know what, sometimes it could be someone at work, it could be at home, it could be anywhere that you feel defeated, you feel oppressed. Keep that dua. Inni maghloobun fantasir. I am defeated. Give me victory. You take victory for me, O Allah. Prophet Lut alayhi salam. Prophet Lut alayhi salam, he lived in a society that was corrupt with all levels of corruption, ethical, moral, financial. This group of people around him, they were committing a horrible kind of crime, a horrible sin, and they were considered normal. Not only they consider it normal, they want him to consider it normal. They want him to accept that. Sounds familiar? Very familiar. What did he say? Rabbi, najjini wa ahli mimma ya'malun. Oh Allah, save me and my family from what they're doing. Save me and my community from what they're doing, and save me from the punishment that they will receive. Sometimes our ability to change things in society are limited.
our abilities to protect our children from that effect are not doing any difference. So what do we do? Now, when you are praying at night, say, رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. Oh Allah, save me and my family from what they are doing. Whatever people around you are doing, whatever the society is committing from anything unethical or immoral, this is a nice dua to say when you are unable to change that immorality. The dua of Prophet Yunus that we all know, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. It has a nice story, and I think I mentioned it before, but I like to say it again. One day, when Umar ibn Khattab was the Khalifa, it was narrated that Sa'd ibn Abi Waqqas, one of the great companions, walked into the masjid and he saw Uthman ibn Affan praying. And he said, As-salamu alaykum ya Uthman. Uthman looked at him and looked down. Sa'd repeated the salam, Uthman did not respond. Now for them, that was considered a big deal. He went to Umar al-Khattab to complain. He went to the Khalifa to complain because his brother did not respond the salam. He said, is Islam okay today? Is everything okay with Islam today? Umar said, why are you asking this question? He said, I said salam to Uthman and he did not respond. Now, Umar al-Khattab did not tell him, get over it. Come on, this is not something worth it. He said, for real? Call Uthman to me. He brought Uthman to his presence and he put him in front of Sa'd and he said, Ya Uthman, why would you not? Why wouldn't you respond in the salam to your brother? Why wouldn't you tell him, wa alaykum salam? Uthman said, I don't remember doing that. I don't recall doing that. Sa'd said, yes, you did earlier when I said salam to you. Uthman said, oh, at that time I was in very sad moment. I start remembering Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So I'm sorry, I was not paying attention around me who's talking to me. So Umar asked him, what was bothering you? He said, I remembered one day we were sitting with the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he told us, I will teach you a dua. If you are going through any sad moment, you say that dua, Allah will replace your sadness with happiness. And right before he mentioned that dua, a Bedouin came from out of town, interrupted the discussion, and he went and started talking to the Prophet ﷺ for a long time. The Prophet did not remember or forgot to mention to us the dua that he was going to tell us. And we all went home and we did not get the chance to learn that dua. And we forgot to ask him about it later on and he died without telling us this dua. So I felt bad that the Prophet was going to give us a treasure, but we didn't get the chance to get it from him. Well, Sa'd ibn Abi Waqqas said, I have some good news for you. That night I went after the Prophet to his house and I asked him to teach me that dua. And he did. And Uthman got so happy. He's like, what is that dua? He said, Prophet Muhammad told me, if I say the dua of Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimeen, Allah will replace my sadness with happiness. So Sa'd learned that dua on that day. He taught it to Uthman and to Umar al-Khattab and he taught it to us, and us are learning that and teaching it to other people after us, that this dua is so beautiful when you say it. It will, if you feel sad, if you feel down, if you feel depressed, if you feel the blues, this is the time to say, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimeen. These are four du'as that you can say it tonight. If you are feeling stressed out, if you're feeling depressed, if you're feeling helpless, this is a good du'a to say in these beautiful nights. Number one, Rabbi inni massani al-durru wa anta arhamur rahimeen, the du'a of Prophet Ayyub. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, du'a Prophet Lut. Rabbi inni maghlubun fantasir, du'a Prophet Nuh. And du'a Prophet Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimeen. Remember these du'as. I'm sure you can find them. If you can go back to the video, rewind, listen to them, search them up, rememorize them, and spend the nights repeating them over and over again. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to take away our sadness. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to take away our frustration and depression. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to take away any bad feeling that we are feeling right now and replace it with joy and happiness. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us hope and optimism and make us look positively at things around us. We are in Ramadan. Don't forget that. This is the blessed month. We are enjoying this beautiful month regardless if we are at the masjid or we are at home. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us.
Let's put our hands together and pray to Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبيننا وبين معصيتك ومن رحمتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا رمضان تقبل منا رمضان تقبل منا رمضان اللهم اجعلنا ممن تحيتهم في الجنة سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا جزاكم الله خير everybody. We'll see you tomorrow inshallah. Have a wonderful evening and good night.